السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم في فيديو جديد وهشرح معاكم الفيديو ده ازاي تحجز فندق او هوستل حجز مبدئي او حجز مؤقت او اللي بيتقال عليه حجز وهمي. بس انا طبعا مش مع مصطلح وهمي ده، لان هو مش وهمي ولا حاجة، ويبقى حجز حقيقي، والسفارات حتى نفسها بتعتمد، وطبعا عادي جدا. فهو المصطلح نفسه غريب، يعني حتى اللي ما عندوش خبرة في الموضوع هيسمع وهمي دي فهيفكر ان هو حجز وهمي، يعني حجز مزور. طب وازاي هقدم حجز مزور في السفارة؟ فلا، هو المصطلح نفسه غريب ايا كان المسمى، بس يعني المقصود انت ازاي تحجز اللي هو الحجز اللي هو المبدئي اللي انت على اساسه ان انت بتقدر تقدمه للسفارات ايا كانت ايه هي نوع السفارة، سواء سفارات في دول اوروبا، سواء شنجن، او سواء امريكا او استراليا او حتى اي دولة تانية في العالم. يا ريت بس قبل ما نبدأ اهم حاجة ما ننساش نذكر ربنا ونستغفر كتير ونصلي على رسول الله. هشرح معاكم ازاي تعمل الحجز المبدئي ده من على ابلكيشن موقع بوكينج، وتقدر تعمل ده برضو من على الموقع نفسه، ما فيش اي فرق خالص، يعني سواء هتعمله من على الويب سايت او سواء هتعمله من على الابلكيشن هو نفس الفكرة بالظبط. بس انا بفضل دايما ان انا اشرح الابلكيشن، بحيث اللي هو بيبقى يعني اسهل، والموبايل دلوقتي بيبقى متداول في ايد اي حد، فبتقدر ان انت تعمل من عليه اي حاجة، بيكون بطريقة اسهل واسرع. الابلكيشن هتلاقيه على البلاي ستور، هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف الفيديو، بحيث انت تخش تحمله دايركت من على البلاي ستور. ولو انت من مستخدمين الايفون او الايباد هتلاقيه موجود برضو، موجود للسيستم الخاص بالاي او اس بتاع ابل، هتلاقيه موجود على الاب ستور. اول ما بتحمل الابلكيشن بيبقى ده واجهته، طبعا سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص، والموضوع كله على بعضه اصلا سهل ان انت تعمله بنفسك، مش محتاج ان انت تروح لاي حد ان هو يعمله لك او حاجه خالص. اول ما بتحمل الابلكيشن بيبقى ده شكله، الثلاث خانات الاساسيه، هنا المكان اللي انت عايز يعني تحجز فيه، هنا التاريخ اللي انت عايز تحجز فيه، وهنا القايمه دي بتختار فيها عدد الغرف اللي انت عايزها وكم شخص. هنجرب في اي دوله، وزي ما قلت لكم انت تقدر تجرب في اي دوله انت عايزها. انا هجرب مثلا، هشرح لكم مثلا برشلونه، تمام. هتتك هنا وبتكتب اسم الدوله اللي انت عايزها، تمام. فانا هكتب برشلونه، بتلاقيها ظهرت لك، بتتك عليها، وهنا بتتك عليها تكة وبتختار التاريخ اللي انت عايزه. ناخد مثال مثلا، فانا هحجز من يوم 10 مثلا يوم 17، تمام. تتك سلكت هنا، تيجي عند الخانة التالتة بتختار عدد الغرف اللي انت عايزها، لو انت اكتر من شخص يعني او بتحجز لحد معاك، تمام. بتزود هنا عادي وبتقلل من هنا، تمام. فاحنا هنخليها واحد زي ما هي. هنا بيقول لك عدد الاشخاص اللي هم الكبار، يعني هنا برضه هنخليها زي ما هي لو انت عايز تزود مثلا معاك حد طالع معاك او كده، تمام. وهنا لو في اطفال بتزود الاطفال من هنا، وهنا طبعا بيقول لك برضه حدد لو انت معاك اطفال، يعني بيقول لك حدد العمر بتاع الطفل. اخترنا برشلونة، اخترنا التاريخ، واخترنا هنا اللي هي غرفة واحدة وشخص واحد، تمام. بعد كده بتك على سيرش، طبعا بيجيب لك النتائج كلها. بنعمل خطوتين مهمين وسهلين جدا، تمام، اللي هو هنتك على فلتر هنا، وهننزل تحت شوية لغاية ما نلاقي القايمة دي اللي هي اسمها free cancellation، اللي انت بتكنسل منها مجاني، بتفتحها تعلم عليها، تمام. بعد تك هنا، احنا كده عملنا اول حاجة اللي هو خلينا اللي هو اخترنا اللي هي اللي يظهر لنا الحاجات اللي هي فيها كنسلة مجانية. بعد كده تتك على دي، هتختار اللي هو يعرض لك النتائج، يعني الارخص بالسعر، يعني الارخص الاول بعد كده الاغلى في الاخر. هنختار دي، طبعا هو كده جاب لك النتائج كلها اللي موجودة، بس هو كده يعني بيجيب لك اللي هو اللي فيها كنسلة مجاني بس. فاحنا هنفضل ننزل لغاية ما نلاقي كنسلة مجاني ودفع عنده الوصول، تمام. هنا مكتوب كله اللي هو ايه free cancellation، فهنفضل ننزل. او مثلا في الفندق ده مثلا كاتب لك هنا اللي هو free cancellation، وهنا اللي هو مفيش حاجة انت محتاج تدفعها، يعني هتدفع عند الوصول. هننزل برضو نشوف نتائج تانية، في واحد تاني اهو برضو مكتوب برضو اللي هو free cancellation وان انت مش محتاج تدفع حاجة. هناخده مثال مثلا عليه، بس يعني تبقى تراعي اهم حاجة لما تختار اي فندق او هوستل اللي انت هتحجزه، راعي التقييم بتاعه، يكون التقييم بتاعه يكون عالي، تمام. يعني هنا في 6000 ريفيو عليه، تمام، وطبعا هو واخد تقييم حلو جدا، دي اول حاجة تراعيها وهو التقييم بتاعه. وتاني حاجة تراعيها لما الفندق اللي انت تحجزه، ودي مهمة جدا جدا، ان انت تختاره يكون قريب من السنتر، يعني هو كاتب لك هنا على بعد اللي هو الهوستل ده على بعد 1.5 مايل من سنتر المدينة.
بيجيب لك بقى، بيعرض لك شوية صور عنه، بيكتب لك برضو بقى شوية معلومات عن الحاجات الخدمات اللي هي اللي هتلاقيها موجودة، وهنا بيأكد عليك الميعاد اللي انت اخترته اللي اخترنا احنا من 10 يناير اليوم 17 يناير، وبيأكد عليك برضو ان انت اخترت غرفة وشغل شخص واحد. تمام، لو انت تمام وكل حاجة لقيتها مظبوطة بتبدأ تتكي على هنا see your options، بيبدأ يجيب لك الخيارات اللي انت ممكن تختارها. بيعرض عليك طبعا الحاجات اللي بتبقى متاحة في الغرف، يعني هنا مثلا سرير في أوضة فيها 8 سراير، وبيكتب لك الحاجات اللي هي بتبقى متاحة، يعني عندك هنا مثلا عندك في واي فاي مجاني، وعندك هنا فيو للمدينة، وبيكتب لك الحاجات كلها عموما. بس في حاجة مهمة عايز اقولها للبنات او السيدات عموما، لما تيجي تحجز تراعي ان في اوض بيكون مخصصة للبنات، بيبقى مكتوب عليها هنا في ميل، علشان انت ممكن تحجزي مثلا غرفة وتلاقي السعر مناسب بالنسبة لك، ولما تروحي هناك بتكتشفي ان لا، ان الغرفة دي خاصة بالشباب او حتى هي غرفة ميكس. دي نقطة مهمة جدا، لما تيجي تحجزي بيدوري هنا هتلاقي فيه خيارات، هو يعني اللي احنا اخترناه ده مفهوش غير حاجتين بس، في حاجات تانية بيبقى فيها طبعا اكتر من خيار، بيبقى فيها حاجات كتيرة، فتراعي دايما ان هو يبقى مكتوب فيها ان هي الغرف اللي هي الفيميل. احنا طبعا هنختار اول واحدة دي، نتك على دي، بيجيب لك الصفحة دي مكتوب فيها شوية بيانات برضو، احنا هنخلينا زي ما احنا وهنتك هنا. تمام، بيأكد عليك برضو لو انت عايز تزود عدد السراير او حاجة، فاحنا هنخلينا زي ما احنا بس. بعد كده بتتك على دي، بيحولك على الصفحة اللي بعديها اللي انت بتدخل فيها البيانات الشخصية بتاعتك بس. وبعد كده تتك على النكست، الخطوة اللي بعديها، ودي الخطوة الأخيرة، هيطلب منك ان انت تدخل بيانات الفيزا بتاعتك، وما تقلقش هو مش هيخصم منك اي حاجة خالص، هي دي بس خطوة تأكيدية للحجز، ان هو بيطلب منك ان انت تربط بيانات فيزا، لكن هو مش هيخصم منك اي حاجة خالص. وتأكد ان انت هتكتب ايميل ان انت بتستخدمه دايما، عشان ده اللي هيجيلك عليه الرسالة بتاعت التأكيد اللي انت هتطبعها ترفقها مع الملف بتاعك. طبعا هيجيلك الرسالة فيها كل بيانات الحجز بتاعك، منهم رقم التأكيدي ورقم البين كود، وهو ده اللي في السفارة اللي هما بيراجعوا الحجز بتاعك من عن طريقه. فتأكد جدا جدا ان انت الايميل اللي هتدخله هو ده اللي انت بتفتحه دايما ومتفاعل عليه، علشان لما يجيلك الرسالة بتاعت تأكيد الحجز بس. وانت كده تبقى عملت الحجز المبدئي بتاعك، وبيجيلك رسالة على الايميل فيها التفاصيل كلها، بتطبعها وبتحطها مع الملف بتاعك، وان شاء الله تقدم وتاخد قبول على طول. ده كان فيديو ازاي ان انت هتحجز حجز مبدئي بنفسك من غير ما تلجأ لحد، لان الموضوع سهل وبسيط خالص زي ما انتوا شفتوا. ياريت لو مهتم بالنوع ده من الفيديوهات اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما ننزل فيديوهات جديدة ان شاء الله. وما ننساش طبعا اهم حاجة، نذكر ربنا ونستغفر كتير ونصلي على رسول الله. شكرا جدا، السلام عليكم.